السلام عليكم. 18 مارس، كيف انتقلت الجريمة من الساحة إلى كل البلاد؟ كانت السلمية ضرب الانتفاضة اليمنية، وكان لصالح دربه الخاص المحمول على النار والخديعة، فقد أطل متواعداً بحرب وعنف يجتاح البلاد ليتحدث عن الحرب من طاقة لطاقة. أكثر من 50 ثائراً قتلوا بدم بارد. تمر الذكرى 7 لهذه الجريمة وسط جملة من التساؤلات، أبرزها كيف تم تبرير إعدام 50 شخصاً في الميدان، وكيف تسبب الإفلات من العقاب، تكرار الجريمة والقاتل. لنقف جميعاً شهوداً على كل هذه المجازر التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين. كيف انتقلت جريمة جمعة الكرامة من الدائر إلى كل اليمن؟ العدالة الانتقالية وعدم تنفيذها، هل هو ما أفضل لكل هذه الجرائم؟ الحصانة التي منحت لصالح عبر التسوية السياسية، إغفال تحقيق العدالة الانتقالية من جميع الأطراف، سواء من سلطات ما بعد الثورة أو من المجتمع الراعي للمبادرة أو من المجتمع الدولي. مشاهدينا الكرام، كل هؤلاء أسهموا بوصول اليمن إلى حالة الانقلاب التي نعيشها اليوم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. نناقش تفاصيل ذلك في مسائنا اليمني لهذا اليوم. دعونا نبدأ بمشاهدة هذا التقرير. بين مجزرة جمعة الكرامة وما أصاب البلاد من كل هذا الدمار، حبل يسمى الحصانة. الحصانة التي حمت القتلة ومكنتهم من توسيع دائرة القتل والجريمة من ساحة التغيير بصنعاء لتعم أرجاء البلاد. 7 أعوام مضت على مجزرة جمعة الكرامة، فشل الجميع في إنصاف الضحايا وتواطأت النخب لطمس ملامح الجريمة. يحضر القول في أذهان الكثير أن تمرير هذه المجزرة شجع التحالف الانقلابي على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل. كانت الحصانة وصاحبها بمثابة حصان طروادة الذي مكن المجرمين أنفسهم من نشر القتل والدمار على خارطة البلاد، وأصبح القتل هنا مشهدا يوميا يعيشه اليمنيون. آلاف الضحايا الذين سقطوا منذ الانقلاب وحتى اليوم لم ينس اليمنيين فداحة المجزرة الأولى التي مضت دون عقاب. ذهب صالح إلى غير رجعة كنتيجة حتمية لما قام به من فعل انتقامي ضد من أخرجوه سلميا من السلطة، وعلى من أوكل إليهم عقاب جميع من وقفوا ضمنيا في صف الثورة الشبابية في ربيع 2011. لكن اليمنيين ثابتون على يقينهم أن كل جرائمه والميليشيات الإنقلابية لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت أحد من عدالة القضاء وإنصاف الضحايا. تحذيرات من مخاطر استمرار غياب العدالة الانتقالية عن الجرائم ومرتكبيها تتزامن مع موجة احتواء رموز النظام السابق في صفوف الشرعية. الإفلات من العقاب شجع القادمين من خلف التاريخ على استنساخ جرائم من سبقهم، وإن بشكل أكثر عنفا وهمجية، وهم اليوم يحيكون بتواطؤ العالم مرة أخرى خيوطا لنجاتهم ونسيان دماء وأرواح الضحايا. البحث عن العدالة وتحقيقها وحده ما يجعل من الانتقال للمستقبل متاحا وممكنا، وما دون ذلك يصبح تكرارا غبيا لتاريخ لم تتم الاستفادة من دروسه في الماضي القريب جدا. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معنا لمناقشة هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور معن دماج الأكاديمي والباحث من تونس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ معن. أهلا وسهلا. أهلا بك. السنة 7 لجريمة جمعة الكرامة، تعرضت فيها الجريمة الدكتور إلى تغييب قضائي وسياسي، كيف تتابع ذلك؟ المسألة مربوطة بموازين القوى السياسية. من الواضح أنه نحن نعيش من 3 سنوات، وفي الواقع منذ 4 وربما 5 سنوات، صعود الثورة المضادة، وبالتالي ميزان القوى قد انقلب بشكل كبير في مصلحة القوى النظام القديم والقوى المتخلفة التي تشكل امتداد لنظام الإمامة قبل 62، وتراجعت القوى الثورية. وعندما نتحدث نحن يعني سنبدأ نتحدث عن جمعة الكرامة التي كانت
مفصل مهم جدا في تطور الحالة والحركة الثورية في اليمن، لأن الهدف الرئيسي منها كان كسر إرادة الثوار، وهو ما فشل فيه النظام بعد أن قدم أفضل اليمنيين حياتهم وواجهوا الرعب والقتل بأكفهم العارية واستطاعوا الصمود، وبالتالي كانت نقطة انطلاق وتقدم في مسار الثورة بعكس ما هدف النظام والقوى القمعية من تنفيذ هذه العملية. وعندما نتحدث عن صعود الثورة المضادة ينبغي أن نميز، ونحن نعيشها الآن، أن نميز بينها وبين القمع العادي. عندما نتحدث عن ثورة مضادة نتحدث عن حركة لها جماهير شعبية، وللأسف الشديد جزء من هذه الجماهير ربما كانت في يوم من الأيام جزء من جماهير الثورة، بفعل الإحباط وبفعل الفشل وبفعل فشل النخب الثورية أنها تقدم بديلا ثوريا وخطابا ثوريا، عادت كثير من القطاعات الشعبية التي كانت قد انخرطت في النضال الثوري من أجل تغيير النظام ومن أجل مصالحها، عادت لترتص خلف القوى النظام القديم علي عبد الله صالح وقوى النظام الأقدم والأكثر توغلا في الرجعية الحركة الإمامية الحوثية، وحصل انقسام له طابع أهلي رغم طابع الجريمة المنظمة الذي قادت الثورة المضادة في التحالف الرجعي الصالحي الحوثي، لكن أيضا الثورة المضادة أخذت طابع أيضا الانقسام الأهلي وصعود التيارات القبل وطنية سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب، والخطاب الرجعي الذي قائم على إحياء الهويات قبل الوطنية وحتى قبل التاريخية كما شاهدنا طوال ال3 سنوات الماضية. أستاذ معن، كيف انتقلت برأيك جريمة جمعة الكرامة من ساحة التغيير لتنتشر بعد ذلك إلى كل البلاد، إلى كل قرية ربما أصيبت بوابل من حرب الحوثيين؟ في الواقع تطور المسار الثوري في اليمن وهو أمر له علاقة بالمسار الثوري في المنطقة العربية. القوى الإقليمية والقوى الدولية أساساً كانت قد أصيبت بالذعر وبالرعب من صعود الثورات العربية التي كانت تعبر عن أزمة النظام الدولي وعن أزمة النظام الإقليمي، إضافة إلى سقوط الشرعيات الوطنية وسقوط شرعية الأنظمة في البلدان العربية المختلفة، وبالتالي نظمت نوع من الثورة المضادة المحلية والإقليمية والدولية. وخارج هذا الإطار لا نستطيع أن نفهم في الفعل تطورات الحدث الثوري وصعود الثورة المضادة. للأسف الشديد الذي ميز الثورة في اليمن كما في الأقطار العربية أنها كانت حركة ثورية بقيادة إصلاحية. في اليمن من قاد الثورة، وينبغي أن نكون صريحين مع أنفسنا وأن نتحدث بالأمور كما كانت، كانت أحزاب اللقاء المشترك وكوادر اللقاء المشترك التي كانت كوادر ثورية، لكن قيادة الأحزاب وقيادة اللقاء المشترك في كل الأحزاب والنخب السياسية والخط السياسي السائد داخل الثورة وفي خطاب الثورة كان خطا إصلاحيا، وسرعان ما في أول فرصة في أول عرض تسوية إقليمي ودولي سرعان ما قبلت هذه القوى التي بتكوينها حتى وإن كانت قد انحازت للثورة وللجماهير الثورية، سرعان ما انحازت ووافقت على أول تسوية عرضت لها. التسوية في الواقع حتى نكون واقعيين كانت تعكس أيضا موازين القوى، وبالتالي لا ينبغي أن تتحول الحديث عن الحصانة لتغطي الواقع السياسي والاجتماعي كما توجد كثير من الأفكار في الإنشاء وفي الخطاب السياسي المفروض ضد القوى الثورية، بدل ما التعامل مع الحقائق الاجتماعية والسياسية وموازين القوى. أليست الحصانة هي الفكرة الجوهرية في الموضوع أستاذ ما؟ الحصانة أمر حدث نتيجة ميزان قوى سياسي معين، وليس يعني من ضمن الحقائق السياسية أن القيادة أنه الحركة الثورية في اليمن فشلت في بناء تنظيم ثوري، وفشلت في إنجاز قيادات ثورية، وفشلت في إنجاز خط ثوري، وبالتالي كانت القيادة موجودة لدى القيادات الإصلاحية في قيادة اللقاء المشترك بخطها الإصلاحي الذي يطالب بإصلاحات والذي يركز على الحرية الديمقراطية ويغيب المصالح الحقيقية للأغلبية الشعبية التي هي مسائل تتعلق بالخبز وبالعمل طبعا وبالحرية وبفرص العيش وبالحقوق المناطق والجهاد وبالإحساس بالظلم الجهوي والتهميش لمناطق وقبائل،
كل هذا كان كان مختفي وكان خافت وهامشي في خطاب القوى التي تمثل الثورة، وبالتالي الوصول للحصانة كان نوع من تعبير على ميزان قوى سياسي موجود علينا. نعم، يعني هناك من تحدث عن الحصانة أنها باب، ربما كان باب وحيدا لنجاة اليمنيين، يعني هل كانت الحصانة فعلا حل أو مخرج وحيد، أم كان يعني على القوى السياسية في تلك الفترة فرض شروطها على الأقل بعدم ممارسة أي عمل سياسي لمن شكلوا جرائم حرب أو صنعوا جرائم في تلك الفترة؟ لا، الحصانة كانت تصرفا غير ثوري وكانت نتائجها وخيمة، لكن في الوضع في ذلك الوضع وفي الفشل على إنجاز تنظيم ثوري وخطاب ثوري، الحديث عن الحصانة ينبغي أن يتم نقدها على أساس ثوري ومن قوى ثورية. الحاصل الآن هي أنها تتحول إلى حجة لتفسير الإخفاقات اللاحقة، تماما مثلما يفسر البعض الآخر ما حصل من إخفاقات في المسار الثوري بانضمام جزء من الجيش وجزء من النظام القديم وجزء من قيادة القوات المسلحة إلى الثورة. وبالتأكيد انشقاق النظام القديم وانضمام جزء من القيادات وجزء من القوات المسلحة للثورة كان حدثا إيجابيا. كيف تم التعامل مع هؤلاء وكيف تم تمكينهم من قيادة الثورة بدل من أن يعطوا دورا صغيرا وهامشيا وتبقى القيادة الثورية لشباب الثورة وللجماهير الشعبية وللقوى الغيره، هذا مشكلة الأحزاب. أما لا تستطيع أن تقول لجيش والقائد العسكري انضم للثورة لا تأتي إلى الثورة أو اقعد في بيتك، هذا يعني مجرد خطاب هامشي ولا يعبر عن إدراك لطبيعة الحياة ولا عن طبيعة العمل السياسي ولا العمل الثوري. نعم، إذا اسمح لنا. نعم تفضل. الآن نفس الحالة بخصوص الحصانة، الحصانة كانت أمر سيء ويمكن نقدها على أساس ثوري ولكن ليس على أساس إيجاد حجج وعلى أساس يعني التغطية على فشل القوى الثورية وعلى أساس فشل شباب الثورة إلى اليوم في الواقع. بالعكس، نرى نحن الجزء الأكبر من العناصر الشابة التي أبرزتها ميادين الثورة وقد عادت أما إلى الانضواء تحت القوى المتخلفة والرجعية والهوية الدينية والجهوية أو للعمل تحت مراكز القوى النظام السابق أو الجديد أو للعمل كأذرع إعلامية وألسنة خطاب للقوى الإقليمية المتصارعة للأسف الشديد في اليمن. وبالتالي لا يزال العجز عن تنظيم القوى الثورية وعن إنجاز بديل ثوري وعن إنجاز خطاب ثوري يعبر عن المصالح الموضوعية لأغلب جماهير الثورة التي بسبب ذلك جزء منها عاد والتحق بالنظام القديم وعاد حتى إلى ما قبل النظام القديم للالتحاق بالحركة الحوثية الإمامية. هذه القبائل الكثيرة في الشمال التي تحارب مع الحوثيين لو أنها وجدت مكانا في الخطاب السياسي يعبر عن مصالحها ولم تواجه أيضا بخطاب مناطقي وطائفي وبتحريض ليس له أساس سوى الأحقاد والضغائن عند الأطراف الهامشية من الحركة الثورية لما كانت عادت بهذه الأحجام للعمل مع علي عبد الله صالح ومع الحركة الحوثية. مواجهة الحقائق وإدراك الفشل أيضا في التعامل مع القوى الإقليمية التي تم الترحيب بها من دون مسألة عن طبيعة مصالحها. نعم، سنتحدث عن الدور الإقليمي أستاذ أمان، ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا عبر الهاتف السيدة نجلاء نعمان الناشطة والسياسية من كندا. مساء الخير أستاذة نجلاء. مساء الخير أستاذة آسيا. أهلا بك أستاذة نجلاء. في الذكرى السابعة لجمعة الكرامة، ما دلالة عجز الأجهزة القضائية والسياسية عن تحقيق العدالة للضحايا خاصة في الفترة التي يعني سبقت الانقلاب وكان هناك حكم ربما أتى يعني نتاج تسوية ما؟ بادئ ذي بدء. مساء الخير لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام. دعيني أولا أشير أن الحديث عن حدث بحجم مجزرة جمعة الكرامة هو حديث عن أمر جلل وفاجعة أصابتنا جميعا، وأظن أن لم تشعر بها أو تتفاعل معها إنسانيا إلا تلك الأفئدة الصدئة أو تلك القلوب التي ران عليها بما كسبت وتغولت وتوغلت في دماء الأبرياء. من الطبيعي أن تكون قد اكتسبت مناعتها ضد أي شعور إنساني. لا. طبيعي، ليس بالضرورة أنها تكسب أو كسبت أو كسبت شيء. عموما هي مناسبة إذن أن نجدد العهد
لشهداء الكرامة، شهداء وضحايا ثورة 2011 عامة، بأننا لن نفرط أو نسوف أو نجرف بتضحياتهم أو نفتئت أو نساوم عليها أو ننحرف عن سياق أهداف ثورة 11 من فبراير. بالعودة إلى سؤالك، أستطيع أستاذة آسيا أن أمهد للإجابة عليه؟ نعم. تسمعينني؟ نعم أسمعك جيدا. قلت أستطيع أن أمهد للجواب على سؤالك بالتأكيد على حقيقة تنطوي على متماثل ومتجانس تاريخي، هو أن مذبحة جمعة الكرامة كانت المذبحة التي لا يناظرها في جرمها وبشاعتها وأيضا تجرد فاعلها من كل حس إنساني سوي وسليم إلا المجزرة التي ارتكبها الشاب الصهيوني جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي على ما أعتقد كانت في عام 94، وصححي لي إن أخطأت. المهم أن المشترك بين الجريمتين الكرامة والحرم الإبراهيمي أن كلتا المجزرتين ارتكبتا بحق مصلين وفي يوم جمعة. في مجزرة الكرامة كان الثوار قد فرغوا لتوهم من أداء صلاة الجمعة حتى باشر المجرم إلى تفريغ الرصاص في صدور بعض الثوار السلميين حينها. الفارق فقط هو أنه في مجزرة الحرم الإبراهيمي انقض المصلون على المجرم وقتلوه، بينما الفاعل في مجزرة الكرامة ما زال حرا وطليقا. بالنسبة للدلالة أستاذة آسيا، دعيني أشير إلى أنه الثورة انتهت إلى تسوية سياسية منحت المجرم وعصابته حصانة سياسية كاملة متكاملة. هذا الأمر لا بد من التركيز عليه، وبالتالي أي حديث عن عجز الأجهزة السياسية والقضائية عن تحقيق العدالة والاقتصاص لشهداء الكرامة أزعم أنه كان من باب الاستهلاك لا غير، خصوصا أن تم التحقيق بين قوسين دولي على ما أذكر كان قد حاول وقتها تمييع القضية بواسطة جهد أريد لا أن يكون بمثابة محلل بين قوسين إنجاز التعبير، العملية انتقال السلطة وليس جهدا حقيقيا للأمانة يستهدف البحث عن حقيقة ما حدث يومها. الأدهى من هذا أنه يومها يوم الجريمة تم إلقاء القبض على بعض الجناة والتحفظ عليهم في الفرقة الأولى مدرع، هذا أمر يجب أن ننتبه له جميعا، ثم جرى تسليمهم لاحقا إلى النائب العام كما قيل يومها ليفرج عنهم في النهاية بضمانات. ولا أدري كيف تم استدراج الثورة للوقوع في هذا الخطأ الكارثي الذي لا يمكن غفرانه أو التغاضي عنه. إذن هي مجموعة عوامل ساهمت في تضليل العدالة، وظني أن أي حديث عن وجود عجز طبيعي غير مفتعل هو ضرب من ضروب العبث والتجني على دماء شهداء الكرامة. نعم أستاذة نجلاء، إذن يعني برأيك هل العجز عن تحقيق عدالة ضحايا مجزرة جمعة الكرامة هو ما أدى إلى يعني ما وصلنا إليه من وضع من انقلاب وحرب إلى آخره؟ يعني الشعور المجرم بأن سابقه ارتكب جريمته ونال حصانة هو ما يجعل المجرم الجديد يتمادى في جرائمه؟ طبعا طبعا، التسويف بحقوق الضحايا ككل، أي ضحية أو ضحايا حتى ضحية واحدة دائما يا عزيزتي يفضي إلى مسارات غير محمودة تشجع على الفوضى، تؤسس لإحلال واقع تسود فيها الجريمة وتتربع على مشهده، هذا أمر طبيعي. شوفي يا أستاذة آسيا، دائما التمالي مع المجرم والتواطؤ ضد الضحية لا يشجع فقط على إفلات المجرم من العقوبة أبدا إطلاقا، نتائجه وتداعياته أبشع من ذلك بكثير. تفهمين علي؟ أقصد أن التجاوز على الجريمة تحت أي مبرر بما في ذلك مبررات الضرورة الوطنية إنما يشجع على إشاعة ثقافة الجريمة، إفساد السلم الاجتماعي، تقويض الأمن والأمان المجتمعي ككل، على عكس القصاص. القصاص من المجرم يا سيدتي يعلمنا الكثير، والله سبحانه وتعالى قال لنا أن لنا في القصاص حياة. القصاص يؤدي إلى خلق النموذج والعبرة، وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع يعلي حاكم صنعاء تحقق الغاية من جوهر القصاص وأهميته بالنسبة للمجتمعات الإنسانية وليس المجتمع المسلم فقط. يعني ثمت علاقة طردية بين القصاص وبين الحياة، كلما كان القصاص أكثر نفوذا
كلما كانت الحياة أكثر أمانا. أظن أجبت يعني على هذا السؤال. نعم. حول اتساع نطاق المجازر بعد مجزرة جمعة الكرامة، يعني بحجبتنا. نعم. اليوم نشاهد، يعني كل نشاهد دائما مجازر يعني، ولا التجاوز عن هذه المجازر التي تتكرر أستاذة نجلاء، يعني برأيك ما مدى مخاطرها على النسيج الاجتماعي، على الحالة النفسية لأهالي الضحايا الذين يعني ربما يستذكرون ضحاياهم اليوم بخيبة أمل كبيرة؟ خيبة الأمل تصيب الجميع، وأظن إجابتي عن السؤال الأول أوضحت أن الأمر يعني كان فيه كذبة كبيرة تم افتعالها علينا، وتجنوا على دماء الشهداء، ويعني لعبة للأسف الشديد. نعم، شكرا جزيلا لك نجلاء نعمان الناشطة والسياسية، كنت معنا من كندا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ معن، يعني برأيك المخاطر التي يعني تصيب المجتمع من التجاوز عن مثل هذه الجرائم، الآن يتخوف الكثير من الناس من حدوث أي تسوية سياسية وإغفال كل ما حدث من جرائم جراء الانقلاب كما حدث في جمعة الكرامة، وفي نهاية الأمر هناك صوت سيظهر اهدأوا الوطن أهم، يجب أن نتناسى جراحنا، يجب أن نتناسى لكي نبدأ بفتح صفحة جديدة. يعني الشعوب العربية للأسف يعني لا تستطيع أن تقدم نموذجا حقيقيا في محاسبة الظالم أو المنتهك لحقوقها، بعكس كثير من الدول التي جرت فيها أسس العدالة الانتقالية بحذافيرها السبعة التي لابد أن تتوافر في أي يعني جريمة ترتكب في حق مجتمع أو شعب. الآن مسألة العدالة الانتقالية كما مسألة الشعوب العربية مسألة تتعلق بالموازين السياسية. إلى أي حد تستطيع الجماهير الشعبية والقوى الثورية والقوى الديمقراطية أن تنظم نفسها وأن تفرض ميزانا سياسيا؟ سيكون هذا هو الأمر المهم دائما، سواء في العمل الثوري وإلا في العمل المقاوم وإلا حتى في العمل السياسي وإلا حتى في مسار عدالة انتقالية. في العادة ما تقترحه المنظمات الدولية والقوى الإقليمية هو يعبر عن حلول شكلية لمراعاة مصالحها ولعودة دولاب الأشغال الذي يهم هذه الدول وهذه المصالح. في اليمن طبعا حتى قانون العدالة الانتقالية للأسف الشديد أن أطراف العمل السياسي الوطني والديمقراطي وحتى أطراف اللقاء المشترك وأطراف الثورة لم تكن موحدة الموقف بخصوص قانون العدالة الانتقالية عندما تم طرحه في مؤتمر الحوار الوطني. وللأسف الشديد باستثناء تقريبا حزب واحد أو اثنين وهما طرفين لم يكونوا يملكان الثقة الكبير داخل مؤتمر الحوار، الجميع كان متنكر وكان يطرح أن فكرة الوصول إلى التسوية وإنجاز الدستور وإلى آخره أهم من وضع عوائق قد تحول بين الناس وبين الوصول إلى التسوية المطلوبة. والمسألة أيضا تتعلق كانت بميزان القوى السياسية وميزان القوى على الأرض. ميزان القوى على الأرض اليوم هو أسوأ بكثير من ميزان القوى الذي كان في 2011 بعد جمعة الكرامة، وبالتالي ليس هنالك ولا أحد يستطيع أن يتوقع أن يقترح مسار للعدالة الانتقالية يحقق الحد الأدنى من يعني من تعويض الضحايا وذويهم ومن عقاب المجرمين والأطراف السياسية التي أوغلت ومن وراءها في قتل اليمنيين وفي التخطيط وفي تنظيم أكبر يعني مذبحة لليمنيين في ربما في القرن الأخير. لكن على الناس أيضا لا يغيب وراء العبارات القانونية وراء المصطلحات الجاهزة ويتركوا الأمر الرئيسي. المسألة تتعلق أساسا بالقدرة على التغلب على الأطراف الثورة المضادة المحلية والإقليمية والدولية والانتصار للشعب وللقضايا. هؤلاء ليسوا ضحايا، هؤلاء ثوار وهؤلاء مناضلين وقد سقطوا بإرادتهم الكاملة في سبيل الحرية وفي سبيل شعبهم وفي سبيل وطنهم، وبالتالي تحويلهم إلى مجرد ضحايا بهذا الخطاب الإنشائي للمنظمات الحقوقية والحديث فقط عن تعويض أهاليهم وإلى آخره يقلل كثيرا من شأنهم ويقلل كثيرا من طبيعة القضية. المسألة أساسا هي في الانتصار للقضايا الذي سقطوا هؤلاء الضحايا وقبلهم وبعدهم مئات وآلاف اليمنيين في سبيلها.
الانتصار للقضايا التي جعلتهم شهداء في الواقع وليسوا ضحايا، وأن تحويلهم إلى مجرد ضحايا أنا أتصور أنها جزء من الآلية الذي تريد أن تحول الشعب اليمني كله إلى ضحية. نعم. ليس شعب مقاوم وصاحب قضية وثائر ويهدف إلى إنشاء دولته الوطنية الديمقراطية واستلاب وأخذ بالواقع حقه المستلب من أيدي المجرمين والطغاة وتحويلهم فقط إلى أرقام في جمعيات الخيرية وفي العون الغذائي أو لاجئين على أبواب السفارات والدول الأجنبية. أنا أتصور أن هذا الخطاب كله جزء من محاولة تحقير الحدث الثوري وفي ثورة العربية وتحويلها إلى مجرد كارثة، وبالتالي البحث عن حلول وتسويات تتجاوز ما حدث، بينما المطلوب في الواقع إنشاء نظام جديد وتجاوز الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب العربية في كل مكان. نعم، دعنا نتحدث كيف يمكن أن ننتصر لهؤلاء الضحايا أستاذ معنو، لكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ معن. أستاذ معن، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ألا نتحدث عن شهداء جمعة الكرامة بأنهم ضحايا، بالعكس يجب الانتصار لقضيتهم، كيف يمكن الانتصار لمشروعهم أستاذ معن خصوصا في ظل الأوضاع؟ نحن ننطلق من الأوضاع الراهنة في الواقع والتي هي تشهد تطور وصعود للثورة المضادة وللتيارات الرجعية في المجتمع بشكل عام، تيارات الهوية الأسلمة الجهادية وإلى آخر ما هنالك، زيادة النزعة القبل وطنية والنزعات الجهوية كما نلاحظ خصوصا في الجنوب والذي أخذت صبغة معادية للعموم المواطنين في المناطق الشمالية وليس لمراكز القوى أو للقوى اللي كانت مسؤولة عن الانتهاكات والعدوان وعن جريمة حرب 94. نعم. والنزاعات الجهوية حتى في المناطق التي ما زالت خاضعة للهيمنة الحركة الحوثية. نعم. في هذا الوضع إذا أخذنا بعين الاعتبار يعني الانطلاق من الأوضاع الحقيقية التي تعبر على صعود الثورة المضادة محليا وإقليميا، لأن الثورة العربية التي هي كلا واحدا والتي هي تعبر عن حالة عامة في المنطقة وربما في العالم، هي تشهد هذا الأمر تحويل الثورات إلى مجزرة في سوريا خصوصا وإلى حد ما في اليمن، عودة النظام القديم بشكل أكثر دموية وبشاعة في جمهورية مصر، أو حتى عودة النظام القديم بالتحالف مع الإسلاميين بشكل ناعم في تونس، وطبعا سحق الانتفاضة البحرينية وإلى آخر ما هنالك. هذا المشهد بحاجة إلى وعي وبحاجة إلى أن يأخذ الثوريين يعني العظة والدرس وأن يطوروا أدواتهم وأن يستطيعوا أن يصيغوا الأشكال التنظيمية والخطاب السياسي والبرنامج الثوري الذي أساسه كسب الأغلبية الشعبية مرة أخرى، عدم الترفع عن هذه الأغلبية ومحاولة النيل منها التي حتى إن كانت جزء منها قد عاد للانتكاس بفعل الإحباط وبفعل غياب المشروع والخطاب السياسي الثوري والتنظيم الثوري، وبالتالي على القوى الثورية أن وهي اليوم في اليمن ربما الوضع العسكري ليس سيئا، الحركة الحوثية خسرت الكثير وأغلب آليتها العسكرية قد تمزقت، وتحالفها مع قوى النظام القديم علي عبد الله صالح وجماعته في المؤتمر الشعبي العام
قد تمزقت ما ألحق بها ضرر كبير، وإن كانت هناك دول إقليمية تحاول أن تستفيد من هذا الأمر لإعادة تنظيم علي عبد الله صالح ونظامه بدونه. في هذه الأوضاع العودة للمجتمع وتنظيم الناس وبناء التنظيم الثوري وبناء الخطاب الثوري المناسب بعيدا عن الإسلام الجهادي نعم. وعن التيارات القبل الوطنية وعن المصالح وفك الارتباط بالمصالح القوى الإقليمية المعادية في الواقع لكل الثورات. أنا أتصور أن هذه المسائل هي جوهر مشروع جديد لإعادة الثورة إلى مسارها، وأيضا لإعادة الاعتبار لشهداء الثورة اليمنية العظام بما فيهم شهداء جمعة الكرامة، والسير في تحقيق نظام سياسي وطني ديمقراطي يعبر عن مصلحية الأغلبية الشعبية، نظام يبني دولة لا مركزية تسمح لكل الحساسيات الجهوية والقبلية والمناطقية في اليمن أن تأخذ حقها ضمن الدولة الوطنية الديمقراطية، وأن تعيد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، وأن تحقق المصالح لأغلبية المواطنين والشعب، وأن تحقق الحريات، وأن تحقق للمرأة حقوقها والإجراءات الهامشية دورها في النظام. بدون ذلك البرنامج سوف نظل كما هو حالنا اليوم في المقاومة الشعبية وفي العمل السياسي تابعين وهامشيين في الحركة الثورية، رغم أن انتصار إذن النظام القديم أو الرجعية في المنطقة انتصارها على الثورة أمر شبه مستحيل، ولكنها اليوم في مرحلة مد بسبب في الواقع أسباب ذاتية تخص الحركة السياسية والحركة الثورية في المنطقة العربية خصوصا. نعم، إذن أستاذ معن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولضيوفك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق. بداية أستاذ توفيق، بمناسبة ذكرى جمعة الكرامة، هل ترى أن الحصانة التي منحت النظام السابق الذي يعني قتل ضحايا جمعة الكرامة هي سبب الكوارث التي بعد تلت بعد ذلك والتي مر بها الوطن يعني وما زلنا نعيشها حتى اليوم؟ أنا أعتقد اليوم ونحن نعيش ذكرى جمعة الكرامة، هذه الجمعة التي شكلت في حقيقتها زلزالا نفسيا واجتماعيا وثوريا على المستوى اليمني، يجب أن نعيد النظر في هذه الذكرى وفي أدوات الوفاء لذكرى جمعة الكرامة. أنا أعتقد أنه كان هنالك جهدا حقوقيا وقانونيا استطاع بما جمعه من أدلة بسيطة أن يعيد ملف جمعة الكرامة إلى مساره القضائي الطبيعي. كانت آخر القرارات التي صدرت من أجل جمعة الكرامة هو التحقيق مع الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع علي صالح ووزير داخليته وأركان حكمه في ذلك الوقت، لكن للأسف الشديد حكومة ما بعد صالح للأسف الشديد حولت ملف جمعة الكرامة إلى ملفا سياسيا قابل للمفاوضات وورقة قابل للابتزاز، ولن ترتقي للأسف الشديد إلى مستوى حدث جمعة الكرامة، وما زال إلى اليوم هذا الملف ينظر له نظرة عاطفية بعيدة عن النظرة الجنائية والنظرة الحقوقية. النائب العام الحالي هو النائب العام السابق الذي كان لديه قناعة أو ربما كان من أكبر العقبات والعوائق أمام تحريك ملف جمعة الكرامة، لأن كان له اقتناعا ذاتيا أن علي صالح ليس مسؤولا عن جمعة الكرامة ويريد أن يذهب بهذا الملف في اتجاه آخر. نعم، حتى لو كان ثبت مسؤولية صالح أستاذ توفيق وهو محصن بالحصانة التي منحت له عبر المبادرة الخليجية، هل يعني كان سيفيد ذلك شيئا؟ كان سيفيد الكثير، بمعنى
النظام القضائي اليمني ممثلا في المحكمه الابتدائيه والمحكمه الاستئنافيه والمحكمه العليا لم يثر ملف الحصانه امام علي عبد الله صالح امام هذه المحكمه، وكان قرار المحكمه واضحا احاله او استدعاء الرئيس السابق ووزير داخليته للتحقيق معهم واثبات مسؤوليتهم من عدمهم فيما حدث في جمعه الكرام. للاسف الشديد لم يثر موضوع الحصانة مطلقا أمام الجهات القضائية، وبالتالي المشكلة أن هذا الملف تم العبث به دون إثارة كل هذا الأمر، استدعاء علي عبد الله صالح، استدعاء وزير داخليته، استدعاء الأركان الذين كانوا مشاركين في ذلك الوقت، أنا أعتقد كان مهمة على الأقل على مستوى حفظ الذاكرة التاريخية والثورية. الرئيس اليوم عبد الرب منصور هادي، علي محسن اليوم نائب الرئيس، هما أحد أركان النظام السابق الذي حدثت في ظله جمعة الكرامة، ومن المفترض قضائيا أن يمثل الرجل أمام هيئة قضائية يمنية ليدليان بالوثمة ويقولان ما يعرفان ماذا حدث في جمعة الكرامة. إلى اليوم جمعة الكرامة يراد أن يرمى بها لأطراف لا علاقة لهم بالنظام السياسي السابق لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي تموت دماء الشهداء هجرا. اليوم بعض الشباب بعض الناشطين في الخارج حاولوا تحريك ملف جمعة الكرامة أمام هيئات قضائية محلية ذات اختصاص دولي. للأسف الشديد لم نجد الأدلة الكافية، إلى حتى الآن لم نجد الأدلة الكافية التي نستطيع أن نقوم أو يقومون بمساءلة بعض أركان النظام السابق، لأن هذا الملف حدث فيه تمييع وتمييع كبير. نعم. هذا التمييع كان أشبه بطعنة نقلها في ظهر الشهداء الذين سقطوا في هذه الجمعة. حكومة الثورة وحكومة فترة الحوار الوطني مسؤولة مسؤولية كاملة عن غياب بعض الأدلة، عن عدم حفظها، عن عدم استدعاء كثير من الناس، على الأقل لحفظ الأدلة ومعرفة ماذا حدث وكيف تمت هذه الجمعة التي شكلت فيما بعد نقطة انطلاق إلى كل الساحات اليمنية. نعم، إذا أستاذ توفيق، يعني هل ترى أن أي حل ينهي الحرب الحالية يوقف نزيف الدم يمكن أن يفضي إلى سلام حقيقي، خاصة يعني أن هناك من يطالب بتجاوز العدالة الانتقالية ودعونا نفتح صفحة جديدة وما إلى ذلك من هذه العبارات؟ دول كثيرة ربما ومنظمات محلية وخارجية تطالب بذلك، وبعض الأصوات في الداخل أيضا. هو بلا شك أنه مسار العدالة الانتقالية أحد الأدوات، أو نستطيع أن نقول أحد الأدوات التي يمكن أن تفضي إلى سلام حقيقي مستقبلي، لكن عدالة انتقالية حقيقية وجادة بأدوات واضحة بعيد عن التسييس وبعيد عن التمييع، وتكون معادلة عدالة انتقالية قائمة على المكاشفة الكاملة للجرائم التي حدثت، أن يعترف الجناة بجرائمهم التي ارتكبوها، أن يحدث عملية صفح وسلام أهلي ومجتمعي عام يفضي بعد ذلك إلى جبر الضرر، إلى حفظ الذاكرة التاريخية، إلى تخليد الشهداء. أما أن نتحدث عن عدالة انتقالية دون أن يعرف المجتمع على الأقل ماذا حدث في هذه الفترة، من هم المجرمون الحقيقيون دون قبض حقيقي، أعتقد أن هذا الأمر لن يفضي إلى سلام حقيقي ما لم نكون أمام عدالة انتقالية حقيقية وواضحة بأدواتها وشروطها وأصولها المعروفة المتداولة في العالم أجمع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني ونحن نتحدث عن مسألة تجاوز العدالة الانتقالية والتي ربما الكثير يطرحها والكثير ينادي بها لكي نتجاوز هذه المحنة، لو أفضيت الحرب إلى حل سياسي هل يمكن أن يعني يحدث سلام حقيقي داخل البلد مع تجاوز يعني مرتكبي هذه الجرائم؟ المسألة تتعلق بطبيعة الحل السياسي وطبيعة التوازنات السياسية. من حيث المبدأ لا يبدو أن هنالك إمكانية لتسوية سياسية حاليا. الحركة الحوثية لا تستطيع بعد أن غلت في دم اليمنيين وحياتهم وكرامتهم، لا تستطيع أن تقبل بأي تسوية، لا تجعلها تحافظ على آلية القمع والأمن والمخابرات والسلطة في الجيش، وبالتالي ليس هنالك أي إمكانية.
في كل الأحوال المطلوب الانشغال بتغيير ميزان القوى السياسية في البلد، وبتطوير المقاومة الشعبية، وتطوير القدرات السياسية الشعبية، وإنشاء تنظيمات تعبر عن طبيعة مصالح اليمنيين. هل يمكن ذلك في ظل الظروف الحالية أستاذ معن؟ هو الآن دورها، يعني إذا كانت الظروف يعني جيدة، ما قيمة الأحزاب والتنظيمات ومن سنقاوم؟ المسألة أن المجتمع اليمني أثبت دائما قدرته على المقاومة وعلى تقديم التضحيات. العيب يأتي من النخب السياسية، يأتي من قيادة الأحزاب، يأتي من القيادة الاجتماعية التي تفتقر للخيال وتفتقر للإرادة وتفتقر للاستقلال عن مراكز السلطة ومراكز القوى وعن القوى الإقليمية والدولية، وتدور في مربعات السفارات وفي مربعات المخابرات الأجنبية للأسف الشديد، وفي مربعات الانتماءات القبل الوطنية. أما المجتمع فهو يستطيع أن يصمد ويستطيع أن يقدم التضحيات، لكن لكي يكون لهذه التضحيات قيمة لابد أن تجد الإطار السياسي والإطار التنظيمي والبرنامج السياسي الذي يحولها إلى إنجاز سياسي، ويحولها إلى برنامج يبني المستقبل اليمني ويبني السلام على شروطه الأساسية: المواطنة المتساوية وحق المواطنين جميعا في السلطة وفي الثروة، نعم. وتحويل جهاز الدولة إلى وسيلة بيد المواطنين وليس أدوات قمع لفرض إرادة نخب ومراكز قوى على عموم المواطنين. نعم أستاذ معن، يعني لو تحدثنا بشفافية أكثر، نعلم أن الحل والربط بيد السعودية والإمارات الآن. رئيس لا يستطيع التحرك خارج ما يراد له، حكومة شبه يعني غير غائبة أو مغيبة، أيضا قادة أحزاب شبه معتقلين بالداخل، لا أحد يستطيع أن يتحدث بصوت عالي حتى يتم إسكاته. كيف يمكن يعني عمل كل ذلك في إطار هذه المعطيات؟ هذا الوضع الراهن نتيجة ثقافة ونتيجة إرادة ونتيجة سلوك القوى السياسية والأحزاب والقيادات الدولة. إعطاء كل الأوراق والتسليم بمشيئة القوى الإقليمية أمر يعبر عن سياسة ومصالح النخب الحاكمة والنخب في السلطة الجديدة والنخب القبلية والنخب الحزبية. من أول يوم كان الخطاب خطابا للأسف الشديد، والأداء السياسي كان يعني وهميا وانتهازيا. حتى بالنسبة لشباب الثورة والمقاومة، عند كل نكسة عسكرية كان يتم الحديث: أين طيران التحالف؟ بالله عليكم، يعني تريدون أن تأتي دول؟ طبعا هي أتت لأجل مصالحها أساسا ومن أجل مخاوفها الأمنية، وتم تضليل الناس أنها أتت بخصوص الشرعية، وكل حديث يقول لك لقد أتينا لأجل الشرعية، ومن يحاجيهم يقول لماذا لا تنفذون برنامج عودة الشرعية. هذا الخطاب الزائف ساهم في تضليل الناس وساهم في إنتاج ميزان قوى سياسي معين. غياب الاستقلال عن التحالف بالنسبة لدولة هادي، والاستقلال المقاومة بالنسبة لدولة الرئيس هادي، وتحويل المقاومة إلى طرف مقرر وإلى طرف على الأقل مفاوض وإلى طرف مستقل، وربطها بالرواتب وبالمساعدات وبالأرقام العسكرية وتحويلها إلى جثة ثقيلة لا تملك الإرادة، لم يكن أمرا عفويا، وكان واضح من البداية. في الواقع أكثر الناس الذين يرفعون صوتهم اليوم ضد التحالف في فترة سابقة كانوا يرفعون الصوت بالدعاء للتحالف وشكرا سلمان، ولم نسمع أصواتهم في الأغلب إلا بعد الخلاف الخليجي، ولأسباب تتعلق بمصالح دول إقليمية ولا تتعلق بطبيعة فهمهم وإدراكهم حتى المتأخر لطبيعة مصالح الشعب اليمني. حتى شباب الثورة للأسف الشديد أما يعني كرسوا أنفسهم في وظائف إدارية وهمية لا تملك أي سلطة، وأما أصبحوا يتحدثون بمصالح دول إقليمية لا تعبر عن مصالح الشعب اليمني. وللأسف الشديد الأحزاب تمارس انتهازية من أسوأ نوع، ولا تجرؤ حتى أن تدافع عن نفسها عندما تستهدف كما نرى في حالة الإصلاح، أو أنها تندرج في الواقع ضمن مصالح دول إقليمية معادية للشعب اليمني ومعادية للمقاومة ومعادية للثورة كما نرى في حالة التنظيم الناصري، أو أنها تتمترس يعني جهويا كما في حالة الحزب الاشتراكي اليمني وراء المجلس الانتقالي. نعم. هذه حقائق ينبغي أن يقولها الناس يعني، وأن يصارحوا بها أنفسهم وأن يصارحوا بها شعبهم، لكن هذا ليس أمرا مقضي وليس أمرا لا يمكن تغييره. هذا ما حدث اليوم. الحديث أن السعودية تملك كل الأوراق،
أو أن الإمارات أو أن التحالف أو أن أمريكا هو فقط نفس المنطق الذي لا يعول على جماهير الشعب ولا يرى في الشعب اليمني شعب ومجتمع وأنه يملك الإرادة وأنه يستطيع أن يغير هذا الميزان، وهو أمر من ناحية خاطئ ومن نعم ناحية يعبر فقط عن مصالح فئوية وجهوية ونخبوية بالأحرى عفوا ليست جهوية للنخب السياسية التي تربت على أن إرادة السفارات والدول الإقليمية التي تملك الأموال وتملك المخابرات تستطيع أن تنجز كل شيء. نعم اليوم جزء من هذا الوهم يتبدد، وللأسف الشديد نحن نرى محرقة كبيرة لشخصيات سياسية ولأحزاب ولقوى بعضها موقفها الأخلاقي والإنساني طيب، لكن بعد أن رفعتهم الثورة وبعد أن تحولوا إلى حالة شعبية كبيرة نراهم الآن هامشيين صحيح لأن الثورة تجاوزتهم، وهذا أمر طبيعي في الثورات أنها تحرق الشخصيات والأحزاب، والغير علها الطبيعي هو تنتج أن وجوها تنشأ جديدة. شخصيات نعم جديدة وأحزاب جديدة فقط. نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من تونس. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.